السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. النهاردة معنا عروض حصرية على مجموعة من الديب فريزر والتلاجات، وكلها فرز أول بضمان الشركة 5 سنين، وأسعارنا النهاردة أقل من أسعار الفرز التاني. وتحدي، ودايما بقول قارنوا كويس ما بين الأسعار اللي أنا بقولها وما بين الأسعار اللي بعد الخصومات وقبل الخصومات، عشان تصدقوا بنفسكم إن العروض الحصرية عندنا إحنا وبس. ونبدأ بسم الله مع أول عروضنا، ده ديب فريزر وايد بوينت العبد فرز أول بضمان الشركة 5 سنين، وسعره مفاجأة هقول لكم سعره، هيبقى أقل من سعر الفرز التاني، وعليكم إن انتوا تضاهوا بنفسكم. زي ما انتوا شايفين كده الديب فريزر من جوه شاشة ديجيتال، الأدراج واسعة وتشيل معاكي، ده كتيب التشغيل وشهادة الضمان، ده بضمان الشركة 5 سنين، ده سعره في السوق عامل 6700، عندنا احنا عامل 5700 بعد الخصم. تابعونا النهاردة، عروضنا كتير وخصوماتنا كتير. ده شكله من جوه، الأدراج واسعة معاكي وتشيل. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل ما هو جديد في عروضنا وخصوماتنا اللي دايما هتكون مستمرة معانا ان شاء الله. فرز أول بضمان الشركة 5 سنين، صناعة تركي بالكامل. ده ديب فريزر اللي بعد كده، ديب فريزر وايت بوينت العبد فرز أول بضمان الشركة 5 سنين، ستانلس، صناعة تركي بالكامل. دي شكل الأدراج، ده شكل الأدراج، عبارة عن رفين وأربع أدراج، ده بيتقال عليه 6 درج. شاشة ديجيتال، فرز أول بضمان الشركة 5 سنين، زي ما انتوا شايفين شكله قدامكم كده بتقفيل بلاده، دوت سعره في السوق 7400، عندنا احنا عامل 6350. يفرق عن الديب فريزر الاولاني اللي وريتهولكم في العرض، التاني حجمه صغير شويه لكن ده الحجم منه الكبير، ده السعه اكبر شويه من الديب فريزر الاولاني، ادراجه اوسع ويشيل معاكي، ده كتيب التشغيل وضمان الشركه، صناعه تركي بالكامل وفرز اول بالكرتونه وبضمان الشركه 5 سنين. النهارده عروضنا مستمره، تابعوا الفيديو للنهايه. ومعانا برضه هيبقى معانا النهارده ثلاجات كومبي، ثلاجات 18 قدم و14 قدم، زي ما انتم شايفين شكل الادراج بتاعه الديب فريزر واسعه وتشيل معاكي، صناعه تركي بالكامل، نو فروست، كل الشغل اللي معانا النهارده نو فروست فرز اول. ده سعره في السوق 7400، عندنا احنا عامل 6350. شاشة ديجيتال، ندخل على الديب فريزر بعد كده، ده ديب فريزر وايت بوينت العبد فرز اول بضمان الشركة 5 سنين، شاشة ديجيتال، ده 6 درج، هيفتحوا لكم دلوقتي من جوه عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. ده شكله من جوه، دي شكل الادراج، ده كتيب التشغيل ومعاه شهادة الضمان، بضمان الشركة 5 سنين، مصنع تركي بالكامل. ده سعره في السوق 7400، عندنا احنا 6300. ده شكله من جوه، فرز اول بضمان الشركة 5 سنين، مصنع تركي بالكامل، نو فروست. النهارده عروضنا كتير وخصوماتنا ملهاش مثيل. لأي استفسار عن أي حاجة أنا بقولش سعرها في الفيديو أو عن أي حاجة، هتلاقوا أرقام التليفون في صندوق الوصف أسفل الفيديو. إن شاء الله عروضنا كتير ومستمرة دايما. زي ما انتوا شايفين كده شكل الأدراج واسع معاكي جدا ويشيل، ده ديب فريزر وايت بوينت العبد فرز اول بضمان الشركة 5 سنين، 7 درج، ستانلس، وسعره برضو مفاجأة مش هقوله لكم الا بعد ما تتفرجوا عليه، وهقول لكم سعره في السوق وسعره عندنا بعد الخصم عشان تقارنوا بنفسكم. شكله روعة، فرز اول بضمان الشركة 5 سنين، بكرر، وسعره اقل من اسعار الفرز التاني، صناعة تركي بالكامل. دي شكل الادراج من جوه، ده شكل الأرفف، فيه 5 أدراج ورفين،
بيتقال عليه 7 درج او 5 ادراج ورفين. ده كتيب التشغيل وشهادة الضمان. ودي بتاعت مكعبات التلج. ده فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. كل درج فيه محاط باطار من الاستانلس زي ما انتوا شايفين كده. وادي شكل الشاشة الديجيتال. دي فريزة الروعة. ده سعره في السوق 8400، عندنا احنا 700. فارق عن السوق اكتر من 1000 جنيه. وفرز اول بضمان الشركة 5 سنين زي ما انتوا شايفين. شكله من جوه كده فخم جدا. الادراج بتاعته واسعة من الداخل. كل درج ليه رف ليه اطار من الاستانلس زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا عروضنا وخصوماتنا. وما تنسوش الاشتراك واللايك. ده دي الفريزر اللي معانا بعد كده. ده دي الفريزر وايت بوينت العبد. فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. 6 درج اسود. شاشة ديجيتال. دلوقتي يفتحوا لكم من جوه عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. وبرضو سعره مفاجأة. مش هقول سعره اللي بعد ما تتفرجوا عليه من جوه. اللون الاسود بقى محبين اللون الاسود. لون شيك جدا. ده شكله من جوه. ده كتيب التشغيل ومعاه شهادة الضمان 5 سنين. بضمان العبد 5 سنين. صناعة تركي بالكامل. وبكرر فرز اول. ادراج واسعة جدا. ده سعره في السوق 7700. عندنا احنا عامل 6.5. وعليكم تقارنوا بنفسكم بين الاسعار اللي احنا بنقولها وبين اسعارها من اسعارنا بعد الخصم. ده شكل الادراج. زي ما انتم شايفينه كده. نيجي بعد كده معانا تلاجة كومبي وايت بوينت العبد. فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. صناعة تركي بالكامل. 22 قدم. لونها اسود. شاشة ديجيتال. دي تلاجة كومبي فيها خاصية البلازما لتنقية الروائح. نوفروست. كل الشغل اللي معانا النهاردة نوفروست. دلوقتي يفتح لكم من جوه عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. وبرضو سعرها مفاجأة ومش هقوله الا بعد ما تتفرجوا عليها. التلاجة دي فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. صناعة تركي بالكامل. ده شكل الفريزر. بيبقى الفريزر بتاع الكومبي بيبقى تحت والارفف فوق. في تحت درجين للفريزر. التلاجة دي عاملة 12200 في السوق. عندنا احنا الخصم عليها كبير جدا. دلوقتي افتح لكم الرف بتاعها تشوفوه عامل ازاي. متنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. ده شكل الارفف. نظام الكومبي بيبقى الرف فوق والفريزر تحت. التلاجة دي سعرها في السوق 12200. عندنا احنا عاملة 10.5. فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. وصناعة تركي بالكامل. ده كتيب التشغيل ومعاه شهادة الضمان. الشغل اللي معانا النهاردة كله فرز اول واقل من اسعار الفرز التاني. انزلوا بنفسكم الاسواق هتلاقوا ان الاسعار دي هتلاقوا ان هما بيبيعوا الفرز التاني بنفس الاسعار اللي احنا بنقولها دي. واللي الشغل اللي معانا النهاردة فرز اول بضمان الشركة 5 سنين. صناعة تركي بالكامل. وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنجيب لكم شغل بيكو. مستمرين احنا مع الصناعة التركي. اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء. انفرتر. نيجي بعد كده تلاجة وايت بوينت العبد. 14 قدم. اسود. نوفروست. مقبض داخلي. لونها اسود. ده شكلها من بره. كل الشغل اللي معانا النهاردة نوفروست. دلوقتي يفتح لكم من جوه تشوفوها من جوه عاملة ازاي. متنسوش الاشتراك والجرس. ده شكل الارفف بتاعتها.
سعرها مفاجأة، فرصة لأي عروسة بتجهز. دي شكل الأرفف، واسعة جدا من الداخل تشيل معاكي. دي سعرها في السوق 6300، عندنا احنا عامل 5300 وفرز اول بضمان الشركة 5 سنين، مصنعة تركي بالكامل. زي ما انتم شايفين الأرفف قدامكم،